اختراعات ما لها داعي في الحياة. إذا أنت من النوع اللي ينسدح على ظهره ويمسك الجوال ويعاني من إصابات الجوال اللي يطيح على الوجه، إليك حبل آي دانجل اللي يتعلق بالسقف ويشبك بظهر الجوال، منها تفتك من هالإصابات ومنها يدك الثانية تكون فاضية من المسكة. وإذا شفت أن لعق الآيس كريم متعب عليك، استخدم ابتكار رايت راوند كون اللي تركب على دريل كهربائي، وبعد كذا شغل الدريل وبس مد لسانك والعق بتناسق من جميع الجهات. وإذا عدسات كاميرا آيفونك دائما تتوصخ، خذ لك الآي واي برو ماكس اللي يركب على الجوال من فوق ويشتغل لك مساحات عشان وقت ما تيجي تصور تكون العدسات خالية من الشوائب والعوالق والأوساخ.